السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأقدم لكم موضوعا يعتبر كابوسا لعدة أشخاص، ألا وهو النوم في فصل الصيف. الحصول على قسط وافر من النوم يعتبر من الاحتياجات الضرورية لكل إنسان، إذ يحتاج الجسم البشري إلى النوم من أجل شحن الطاقة والتعامل مع متطلبات الحياة. ومع ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف يصبح النوم كابوسا لعدد كبير من الناس، إلا أن هذا الوضع الموسمي يمكن التعامل معه بالاعتماد على خطوات بسيطة بحسب ما أشار إليه الموقع الألماني مينيرشي. أولا، التهوية الجيدة. يرى الموقع الألماني أن التمتع بنوم جيد يتطلب تهوية غرفة النوم، وذلك من أجل الحفاظ عليها باردة قدر الإمكان. وأكدت دراسة هولندية على ترك النوافذ وأبواب الغرفة مفتوحة، لأن ذلك يساعد على الحد من مستويات CO2. ثانيا، اختيار ملابس مناسبة، أي اختيار أغطية الفراش وملابس مريحة، من الأمور المهمة أيضا للتمتع بنوم جيد، حيث تساعد الملابس القطنية الخفيفة على امتصاص العرق أثناء النوم. ثالثا، تجنب الأكل ليلا، أي الامتناع عن تناول الطعام في ساعات متأخرة من النوم، وأيضا يعتبر من الأشياء الضرورية للاستغراق في النوم بشكل غير متقطع، لهذا يفضل تناول وجبات خفيفة على غرار السلطة والفواكه إلى آخره. رابعا، لا تشرب كثيرا، اشرب كميات كافية من الماء خلال النهار، ولكن لا تشرب كثيرا من الماء والسوائل خلال الليل. خامسا، الابتعاد عن الرياضة ليلا. في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة لا يفضل ممارسة الرياضة قبل الذهاب إلى النوم، والقيام بذلك في أوقات أخرى من اليوم. سادسا، تجنب الإلكترونيات، أي متابعة الأفلام والمسلسلات حتى ساعات متأخرة من الليل من الأشياء التي تصعب الحصول على قسط وافر من النوم. فالأجهزة الكهربائية والإلكترونية ترفع درجة حرارة غرفة النوم، كما أن الضوء الأزرق الصادر مثلا من الشاشات يؤثر بشكل سلبي على النوم، لذلك يفضل الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية قدر الإمكان في الساعات التي تسبق النوم. وشكرا لكم، وشكرا لقناة اقرأ من تليفونك، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.